مساء الخير، نورتي في قناتي وقناتكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي بخير ان شاء الله يا ربي تكون كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم البنات، اليوم فيديو جديد، اليوم ان شاء الله شهوة جديده غنشارك معكم فطائر شكل جديد وزويون ما شاء الله، والطريقه سهله. غادي نبدا على بركه الله. هنايا غادي ندير الدنجان مع شويه ديال البصله مشلضه، شويه ديال الثومه، شويه الخرقوم، شويه سكنجبير، شويه الملح، شويه زيت الزيتون. غادي نديرو يتشحر مزيان. بعد ما يتشحر مزيان غادي نضيف فلفله حمراء كما كتشوفوا معايا. دابا راه درتو يطيب، ضفت عليه فلفله حمراء، فلفله خضراء، وضفت شويه ديال البصله. غادي نحركو مزيان بحال هكايا حتى يتشحر مزيان. قزبور ومعدنوس، وغادي نضيف من بعد الاخطبوط اللي وجدت من قبل، طيبته نص طيبه، شويه ديال خيزو، وها هو واجد، كلشي طايب. هذه هي الحشوه باش غادي نعمر الفطائر اللي كيجيو اكثر من رائعين وسهلين في التحضير ولذاد، مع عجينه رائعه كتجي رطبه وكتجي لذيذه. غنوجدها بنسيتر الحليب ومعلقه الخميره سريعه الذوبان، معلقه ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الملح، وكاس معمرش ديال الزبده، ونص كاس الزيت. غادي ندير الخميره مع الحليب، غادي نحركها شويه، غير دوب ليا شويه. الحليب دفيتو من قبل، ما طيبتوش، غير دفيتو. غادي نحرك هاد الخميره مع الحليب مزيان بحال هكا، غادي نضيف السنيده والملح، غنضيف الزبده والزيت. غادي نحرك مزيان هاد المكونات كلهم، والدقيق غادي نستعمل الدقيق ديال الحلوه الفورص من النوع الجيد. غادي نضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على العجينه اللي مولفين دائما كان نوجد بها الفطائر، كتجي رائعة. ونوجد بها كذلك البيتزا، كتجي عجينة رطبة وكتجي زوينة. هاد الفطائر البنات دغيا كيوجدو، مكياخدوش وقت كتير. دابا بعد ما خلطت هاد المكونات كلهم، غادي نضيف الدقيق شوية بشوية، نخلط مزيان حتى نحصل على العجينه رطبه، ومن بعد غادي نغطيها حتى ترتاح مزيان، وعاد غادي ندلكها باش نستعملها. انتم معايا البنات، كنتمنى انكم دائما تستفدوا معايا. وبعد ما ارتاحت لي العجينه مزيان، جات متلوقه، جات رطبه، تبارك الله ما شاء الله، سهله في التحضير. كندلكها، ومن بعد كناخد هاد الغطا ديال الطبيصيل هكايا، كنقطع بيه، كنحطو هكا على العجينه اللي دلكت، كنقطع بالجراره ديال الشبكيه باش كنحصل على الدوائر مقاده، كيجيو رائعين. وهاد الغطا ديال الطبيصل كيعطي واحد المنظر زوين،
كما كتشوفوا معايا كان مقطع بالجرة ديال الشباكية شوية بشوية هكا، ممكن لكم تقطعوا بالموس اللي بغيتو. هاد الخطا كيعطيهم منظر زوين كما كتشوفوا معايا. بعد ما كنقطعهم غادي نقطع هكايا من الجناب وفي الوسط، نحاول غير ندير تقيبة هكايا صغيرين. هاد الشكل كيجي زوين. هادي غادي نحطها فوق من الاخرى اللي غادي ندير فيها الحشو. وبعد ما كندير فيها الحشو كنقادها مزيان، كنحطها في اللاطه فاش غندخلها الفرن، وكنقادها بهاد الخطة ديال التبصيل، كنضغط عليه مزيان باش يشكل ليا شكل زوين بحال هكا. كنضغط عليها مزيان كيجيو بحال هكا، كيجيو في المنظر ديالهم زوينين ما شاء الله. دابا بعد ما كملت دهنتهم بالصفر ديال البيض، غندخلهم الفرن على النار مهيله حتى يجيو محمرين وطيبين مزيان، يطيبوا دغيا. وهو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طابوا، كيجيو رائعين في الشكل ديالهم وفي المذاق كيجيو لذاذ. نتمنى انكم تجربوهم. تبارك الله ما شاء الله زويونين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، حطيتهم هكا في التبصيل وزوقتهم بالخس والقزبر. الشكل النهائي كيبقى اختياري لكم، ممكن لكم تزوقوا حامض ولا ب مطيشة اللي بغيتو. كيجيو بحال هكا في الداخل كما كتشوفوا معايا، كيجيو لذات كيجيو رائعين. الورقة كتجي هشيشة زوينة تبارك الله ما شاء الله، كتجي رائعة. كنتمنى البنات انكم استفدتوا معايا، وشكرا لكم على مشاهدتكم وعلى مشاركتكم في القناة وعلى التعليق الرائع ديالكم باش كتفرحيني دائما. وإلى اللقاء في شي وجه جديد إن شاء الله، فلوق جديد، روتين جديد إن شاء الله، وصفة جديدة إن شاء الله.